جميل احوالها والعافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتدحرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الموت. انك على كل شيء قدير يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله، اسمع قلبنا، اننا في بحر حمل مغرقنا، خزيدينا، سجل لنا اشكالنا. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين، الصلاه والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاه والسلام عليك يا نور من نور الله. اللهم يا نور تنورت بالنور، والنور في نور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رب. لبيك ارحم لبيك واشف لبيك واغفر لبيك واكرم لبيك، فان الله يبعث من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والاخلاص والاستقامه والذكر. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونبيه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار يا ذا الجلال يا رب العالمين. اللهم ربنا انت ولينا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا والاخره. اللهم ربنا اعطنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضى، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين، وبجاه سيد المرسلين عليه التحية والتسليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ابي السيد القاسي بيجي هيك اعلان كرو مسجد MSI میں کل